تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي مدبولي يعلن بدء تفعيل حزمة حماية اجتماعية استثنائية تستهدف محدودي الدخل وزير الدفاع والإنتاج الحربي يؤكد أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودعات ذخيرة وطائرات درون ومراكز قيادة أوكرانية في دونيتسك. السادسه مساء بتوقيت القاهره الرابعه بتوقيت غرينت نشره اخباريه مفصله تاتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم تراس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومه الاسبوعي اليوم والذي عقد بمدينه العالمين الجديده واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئه الى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبه راس السنه الهجريه داعيا ان يعيد الله هذه المناسبه على مصر والامتين العربيه والاسلاميه بالخير والامن والرخاء. ثم استعرض مدبولي خلال الاجتماع الجوله الخارجيه الناجحه للرئيس السيسي في كل من المانيا وصربيا و. فرنسا والتي عكست التقدير العالمي للدور المصري وثقلها في الدوائر الاقليميه والعالميه، وكذلك دعم مواقفها في مختلف القضايا. كما مثلت هذه الزياره فرصه لدعوه الرئيس لزعماء هذه الدول لحضور مؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ في نوفمبر القادم. كما اشار مدبولي الى زياره الرئيس السيسي للصومال عفوا كما اشار الى زياره الرئيس السيسي عفوا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الى القاهره موجها الوزاره بالتنسيق مع وزراء الخارجيه بهدف دعم اطر التعاون بين البلدين وخلال الاجتماع اشار رئيس الوزراء الى جهود الدوله المستمره في التعامل مع تداعيات الازمه الاقتصاديه العالميه الحاليه وتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشان والتي تتضمن التوسع في اجراءات الحمايه الاجتماعيه من خلال بدء تفعيل حزمه حمايه اجتماعيه استثنائيه تستهدف المواطنين من فئه محدود الدخل وذلك في اطار الجهود المبذوله للتخفيف من حده مثل هذه الازمات عن كاهل هذه الفئه ورفع الاعباء عنهم بما يضمن لهم حياه كريمه وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسه مصطفى مدبولي في مقر الحكومه بمدينه العالمين الجديده على عده قرارات ومن ابرزها هذه القرارات الموافقه على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 2003 وذلك بهدف تغليظ العقوبات المقرره على حيازه اجهزه تقويه المحمول غير الشرعيه ضمن خطه الدوله لتنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر خدماته مع ضبط هذه المنظومه أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي حرصه علي متابعه تفاصيل الاستعدادات اللوجستيه والموضوعيه الخاصه باستضافه مصر المرتقبه لمؤتمر المناخ كوب 27 وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لاستعراض بعض الاجراءات الخاصه بالاستعدادات الجاريه لاستضافه المؤتمر وشهد الاجتماع استعراضا للفكر التصميمي للمنطقه الخضراء حيث تم تحديد مساحات العرض التي سيتم انشاؤها على ان تكون هناك مناطق متنوعه للعرض منها لقصص نجاح مشروعات الدوله المصريه وكذلك للابتكار والعلوم واخرى للرعاه بالاضافه الى معرض للمجتمع المحلي لتعزيز المشاركه المجتمعيه بمختلف الفعاليات وغيرها وللمزيد عن اجتماع مجلس الوزراء ينضم الينا كريم بيبرس من مدينه العالمين الجديده. كريم اهم ما جاء في هذا الاجتماع خاصه انه تناول الاستعدادات لقاب 27. نعم، الاجتماع مستمر بالفعل منذ يعني صباح اليوم، هذا الاجتماع الذي تناول مجريات الاسبوع الماضي بالكامل، كل ما حدث خلال الاسبوع الماضي سواء كان تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي او حتى اجتماعات الوزراء مع مندوبيهم داخل المحافظات، او حتى بشكل عام الوضع العام التعليمي والصحي، وايضا الجزء الخاص الاقتصادي الذي يمس المواطن بشكل مباشر، كل هذه بت بالطبع كانت على طاوله المناقشات اليوم خلال هذا الاجتماع الذي يستمر حتى الان بينما نحن نتحدث، ولكن بينما نتحدث الان هناك لجنه خاصه داخل اجتماع مجلس الوزراء وهي لجنه كوب 27 او مؤتمر المناخ الذي سينعقد في نوفمبر القادم باذن الله هنا في مدينه شرم الشيخ، هذا هذه اللجنه التي بدات منذ ساعتين تقريبا وما زال العمل جاري بها حتى الان تناقش جميع بالطبع البنود الوا مناقشتها خلال المؤتمر وايضا خلال جوله الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاسبوع الماضي في المانيا وصربيا وايضا تناولت هذه المحادثات من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر المناخ وكانت فرصه بالطبع لدعوه رؤساء البلاد لحضور المنتدى او مؤتمر المناخ كاب 27 لذلك هي بالطبع العديد من الملفات خصوصا ان الاستعدادات جاريه على قدم وساق منذ الان داخل مدينه شرم الشيخ لاستقبال بالطبع رؤساء الدول وايضا الاستقبال بشكل عام لفعاليات منتدى مؤتمر المناخ كوب 27 هذه بالطبع لها ترتيبات وتجهيزات خاصه في استقبال الرؤساء وايضا استقبال الملفات الخاصه بالاحتباس الحراري وتفاعل وايضا لان مؤتمر المناخ دائما ما يصاحبه نوع من انواع المظاهرات السلميه او التي تعبر بشكل عام عن الحفاظ على المناخ وهي أيضا لها ترتيبات خاصة جاري العمل عليها بشكل عام وتخصيص أماكن خاصة لهذه ربما الوقفات الخاصة بالمناخ والاهتمام بالمناخ بشكل عام هذه كانت نقطة هامة ورئيسية وجاري العمل عليها حتى الآن ولكن أيضا تناول الاجتماع على مدار اليوم جوله الرئيس عبد الفتاح السيسي واهم الملفات التي ناقشها مع الدول التي يعني زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء كانت المانيا او صربيا ايضا العلاقات المصريه العربيه بين مصر والامارات العربيه المتحده والمملكه الاردنيه الهاشميه وايضا البحرين لانشاء هذا هذا التعاون والتكامل الاقتصادي في العديد من الملفات ومن اهمها بالطبع ملف الغاز والطاقه والبترول وايضا كان هناك نقاش هام حول زياره وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لمصر خلال الأسبوع الماضي وأهم الملفات التي تحدث بها والتعاون الثنائي بين مصر وروسيا وتحديدا التعاون الاقتصادي خصوصا المنطقة الاقتصادية في شرق بورسعيد وهيئة قناة السويس هذه بالطبع التي تكون بها العديد من الاستثمارات منها الاستثمارات الروسية وعلى لا. رأس أيضا المحادثات المصرية الروسية كان هناك القمة الروسية الإفريقية المزمع عقدها خلال هذا العام وايضا الوضع الصحي فيما يتعلق بتداعيات فيروس كورونا وكان هناك ايضا حديث عن فيروس الجديد الذي انتشر ربما بفتره بسيطه في الصين وتابع بعد ذلك منظمه الصحه العالميه هذا الفيروس ربما الذي يعني تحدثت متحضر القرده وزارة الصحه القائم بعمل وزاره الصحه بان هذا ربما لم ينتشر بعد جدري القردي بالفعل لم ينتشر في مصر ولا يوجد حالات موجوده هنا في مصر ولكن هذا لا يمنع على الاطلاق اتخاذ الاجراءات الاحترازيه بشكل عام بما يخص الجانب الصحي. ايضا هناك الجانب الخاص بالتعليم، كان هناك نقاش حول اهميه التعليم والتعليم العالي وتطوير المنشات الخاصه بالتعليم العالي من المنشات الجامعيه سواء في العاصمه الاداريه الجديده او حتى هنا في العالمين والجامعات الجديده بشكل عام والبروتوكولات التعاون بين الجامعات المصريه والجامعات ايضا الاوروبيه او حتى الجامعات العربيه. هناك ايضا كان هناك حديث عن فكره التخفيف عن كاهل المواطن خصوصا في ظل الظروف وارتفاع بالطبع الاسعار وغلاء الاسعار وهذه الازمه العالميه التي ربما كان جزء كبير منها هو الازمه الروسيه الاوكرانيه وكان خلال يعني الاجتماع المصري الروسي الاسبوع الماضي حديث حول اهتمام الروسي بالجانب المصري ومحاوله تفاعل بين الجانبين للتخفيف بشكل عام عن الجانب المصري خصوصا فيما يخص الأزمة نعم. الحبوب العالميه بشكل عام بسبب الازمه الروسيه الاوكرانيه نعم. وهو ما دعا بالطبع مجلس الوزراء ليتعامل لي مع فكرة التخفيف عن كاهل المواطن والمواطن والإجراءات الاستثنائية للتخفيف عن كاهل المواطن بشكل عام وسيكون هناك مؤتمرا صحفيا يعقب هذا الاجتماع سنتابعه بالطبع سوى نعم كريم بيبرس كنت معنا من مدينة العالمين الجديدة شكرا جزيلا لك بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه حلول راس السنه الهجريه الجديده وقال وزير الدفاع والانتاج الحربي في برقيته ان رجال القوات المسلحه يؤكدون اقتداءهم بهدى رسول الانسانيه الذي ارسى نموذجا فريدا لبناء الامم والاوطان ونبراسا لطريقها نحو الرقي والتطور مضينا تحت قياده الرئيس السيسي الحكيمه بنبل القصد وصدق الغايه لتنفيذ المهام المقدسه المكلفين بها لحمايه الوطن وصون تاريخه وامجاده ومقدرات شعبه العظيم كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس السيسي بهذه المناسبة وبعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقيات تهنئة لفضيله الامام الاكبر شيخ الازهر وفضيله مفتي الجمهوريه أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي الدائم وبناء القوات القادرة على مواجهة التحديات. جاء ذلك خلال لقائه بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي بعدد من قاده وضباط القوات المسلحه المعينين لتولي الوظائف القياديه بالقوات المسلحه وذلك بحضور الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه وقاده الافرع الرئيسيه وعدد من كبار قاده القوات المسلحه والذي ياتي في اطار سلسله اللقاءات الدوريه التي تقوم بها القياده العامه للقوات المسلحه للتواصل مع ابنائها المقاتلين لتوحيد المفاهيم حول عدد من القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحه. بدأ اللقاء بعرض تقديمي لعدد من قاده القوات المسلحه، تناولوا اهم التحديات التي تشهدها المرحله والاسلوب الامثل لمجابهتها، بما يسهم في تنفيذ اداء القوات المسلحه لادوارها ومهامها على اكمل وجه. وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة والضباط لتوليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة والتي تعتبر مسؤولية كبرى وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة في أعناقهم من أجل الحفاظ على الوطن وصون مقدساته مشيرا الى ان الدفاع عن الوطن وحمايه امنه القومي مهمه مقدسه تتطلب الاستعداد القتالي الدائم وبناء القوه القادره على مواجهه التحديات وان القوات المسلحه بما لديها من فرد مقاتل وقدرات قتاليه واسلحه متطوره في كافه التخصصات قادره على ردع كل من تسول له نفسه المساس بامن مصر ومقدرات الشعب المصري العظيم. كما ادار حوارا مع القاده والضباط استمع فيه الى ارائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور باذهانهم حول مختلف القضايا وطالبهم باستمرار الارتقاء بمستوياتهم العلميه والفكريه ليكونوا على درايه كامله بكل ما يدور من احداث اقليميه وعالميه وانعكاساتها على الامن القومي المصري حصلت الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على جائزة التميز العالمية في نظم المعلومات الجغرافية، وعلى المركز الأول عالمياً في قطاع حوكمة المحاجر، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر الدولي لمستخدمي برمجيات إزري لنظم المعلومات الجغرافية الذي يعد أكبر حدث دولي في العالم مخصص لنظم المعلومات الجغرافية. وخلال الاحتفالية التي نظمها معهد نظم الأبحاث البيئية العالمي إزري ألقى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات ألواء أركان حرب عبد السلام شفيق كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مقدما الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من جهود مضنية في دعم الشركة للمساهمة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة للدولة المصرية كما أشار إلى الدور الحيوي لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في دعم وتشجيع جهود الشركة التي تكللت بالحصول على تلك الجائزه نظمت القوات المسلحه احتفاليه بمناسبه حصول كليه الطب بالقوات المسلحه على الاعتراف الدولي من المجلس الطبي العام بالمملكه المتحده البريطانيه جي ام سي بان التعليم بكليه الطب بالقوات المسلحه يتطابق مع معايير التعليم بكليه الطب بالمملكه المتحده ياتي ذلك في اطار حرص القياده العامه للقوات المسلحه على دعم المنظومه الطبيه للارتقاء بمعايير الجوده الطبيه لتتماشى مع معايير الجوده العالميه في التخصصات الطبيه المختلفه نظمت القوات المسلحه احتفاليه بمناسبه حصول كليه الطب بالقوات المسلحه على الاعتراف الدولي من المجلس الطبي العام بالمملكه المتحده البريطانيه جي ام سي بان التعليم بكليه الطب بالقوات المسلحه يتطابق مع معايير التعليم بكليه الطب بالمملكه المتحده بدأت الاحتفالية بعرض فيلم تقديمي عن دور ومهام وإمكانيات كلية الطب بالقوات المسلحة، وألقى اللواء طبيب خالد شكري مدير كلية الطب بالقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للساده الحضور. مشيرا الى الدعم الذي توليه القياده العامه للقوات المسلحه للارتقاء بمنظومه العمل الطبيه والتي توجت بالاعتراف الدولي من المجلس الطبي العام بالمملكه المتحده البريطانيه جي ام سي لتعظيم وتكامل الاستفاده من الخبرات والامكانات المتاحه في المجالات العلميه والبحثيه المختلفه. كما استعرض مدير التعليم الطبي بكليه الطب بالقوات المسلحه اجراءات ومراحل الاعتراف. وتضمنت الاحتفاليه عرض التقرير النهائي من المجلس الطبي العام بالمملكه المتحده البريطانيه جي ام سي وتسليم شهادات الاعتراف من السيده هيلين فيذرستون رئيس الخدمات الدوليه بالمجلس الطبي العام بالمملكه المتحده البريطانيه. حضر الاحتفاليه الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه وعدد من قاده القوات المسلحه وعدد من الشخصيات العامه تواصل اجهزه وزاره الداخليه جهودها للتصدي للجرائم التموينيه بشتى صورها وفي مقدمتها غش السلع الغذائيه وبيع السلع منتهيه الصلاحيه وحجب السلع عن التداول بالاسواق وتمكنت اجهزه وزاره الداخليه من تحقيق العديد من النتائج الايجابيه في هذا الاطار نستعرضها في التقرير التالي استمرارا لجهود وزاره الداخليه في التصدي لكافة الجرائم لا سيما الجرائم التموينية بشتى صورها فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فرعها الجغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط 25 طن من الحطام مجهولة المصدر قام مالك مخزن بدون ترخيص للسلع الغذائية بالإسكندرية بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بازيد من سعرها المتداول، كما نجحت في ضبط قرابه 45 طن مواد غذائيه بدون مستندات مجهولة المصدر داخل مخزنين بدون ترخيص لتجاره السلع الغذائيه بالجيزه، تم حجب هذه الكميه عن التداول بالاسواق لبيعها بالسوق السوداء، وتمكنت الاداره من ضبط نحو 85 طن اقماح مستورده مجهولة المصدر ودقيق داخل عبوات عليها علامات تجارية غير مسجلة بحوزة مسؤول عن مطحن بدون ترخيص لطحن الأقماح بالجيزة وضبطت الإدارة قرابة ثلاثة أطنان أقماح محلية محظور تداولها لاستخدامها في إنتاج الأعلاف الحيوانية واستمرارا لجهود الإدارة في مواجهة جرائم بيع سلع منتهية الصلاحية تمكنت من ضبط قرابة 99 طن مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي خلال حملات شنتها بالأقصر والقاهرة والبحيرة والقليوبية والمنوفية وضبط 80 طن فول غير صالح للاستهلاك الأدمي بحوزة مسؤول عن شركة لتعبئة الحاصلات الزراعية بالبحيرة ونجحت الإدارة في ضبط نحو 12 طن مسلي وزيد غير صالحة للاستهلاك الأدمي بحوزة المسؤول عن مخزن للصناعات الغذائية بالمنوفية وتمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 11 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك الحيواني، وتمثل ضرراً على الثروة الحيوانية بالشرقية والمنوفية وقنا، وضبط أكثر من 16 طن أعلاف حيوانية وداجنة منتهية الصلاحية بحوزة مسؤول عن محل لتجارة السلع الغذائية والأعلاف الحيوانية بالجيزة، كما تمكنت الإدارة من ضبط 22 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق. ببني سويف والمنوفية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من ورائها الإدارة تمكنت من ضبط عشرة أطنان أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية ببني سويف قام بتخزينها لحدها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء وتمكنت الإدارة من ضبط 92 طن مواد بناء غير معلن عن أسعارها خلال حملات أمنية شنتها بالمنوفية والإسكندرية والقاهرة، تم تخزين هذه الكمية لبيعها بأزيد من السعر المتداول، وضبط 15 طن منظفات صناعية منتهية الصلاحية بحوزة مالك مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية بالمنوفية، كما تمكنت الإدارة من ضبط 150 طن حبيبات بلاستيكية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنتجات البلاستيكية بالمنوفية. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة اسعار السلع الاستراتيجيه وضبط قضايا حجب السلع والبيع بازيادا باسعار ازيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزاره خلال 24 ساعه من ضبط 483 قضيه بمضبوطات تمونيه بلغت قرابه 105 اطنان وفي مجال حجب السلع الاستراتيجيه والاستيلاء على السلع المدعومه تم ضبط قرابة 24 طنًا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي، حيث تم ضبط قرابة 56 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 714 قضية من بينهما 101 قضية خبز ناقص الوزن، و82 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي، تم ضبط 21 قضية، قضية بمضبوطات بلغت قرابة 104 أطنان أقمح محلية. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت ستة مستودعات ذخيرة أوكرانية في دونيتسك وفي منطقة ميكولايف. من جانبها أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن صواريخ كروز روسية استهدفت قاعدة عسكرية قرب كييف ما أدى إلى تدميرها جزئياً. وقال المسؤول العسكري إن مبنىً في القاعدة دم دمر وأصيب اثنان آخران بينهما بينما اسقطت او اسقطت الدفاعات الجويه الاوكرانيه احد الصواريخ رغم دخول الازمه الاوكرانيه الروسيه شهرها السادس الا ان المؤشرات لا تلوح بوجود حل سياسي من كلا الطرفين او حتى من حلف شمال الاطلسي الذي يدعم كييف فالازمه الاوكرانيه الروسيه التي تسببت في تباطؤ النمو وزياده سرعه التضخم في جميع دول العالم واوقفت تصدير القمح الاوكراني والروسي وجعلت موسكو توقف تصدير الغاز لاوروبا جعلت الجميع يتبع سياسه الامر الواقع والبحث عن حلول بديله فبدايه من كييف فقد أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن بلاده ستصدر مزيدا من الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي مؤكدا أن تلك الصادرات لن تسمح بزيادة العملات الأجنبية فقط بل ستساعد أيضا الشركاء الأوروبيين علي مقاومة الضغط الذي تمارسه روسيا علي صعيد الطاقة أما وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين فقد ألقى بالمسؤولية عما يمر به العالم من أزمات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأكد أن الأزمة التي دخل الشهر السادس تسببت في أزمات غذاء عالمية وأكد بلينكين أن أوكرانيا لم ولن يتم احتلالها وستبقى دولة ذات سيادة ومستقلة ميدانيا قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا يكتسب قوة في مدينة خيرسون الواقعة جنوب البلاد وتسيطر عليها روسيا وفي إقليم دونتسيك قال موالون لروسيا إن أربعة مدنيين قتلوا في قصف أوكراني وأصيب أحد عشر آخرون بجروح عواقب العملية العسكرية التي شنتها روسيا على أوكرانيا لم تقتصر على مجرد اهتزاز الأوضاع بالفعل في هذين البلدين وحسب لكنها طالت المنطقة والعالم بأسره كما أنها تشير إلى أهمية وجود شبكة أمان عالمية ووضع ترتيبات إقليمية لوقاية الاقتصادات من الصدمات قال حاكم مدينة كروبي فيناتسكي الأوكرانية أندريا رايكوفيتش إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب خمسة وعشرون آخرون في هجوم صاروخي روسي على مدرسة للطيران في المدينة وأضاف رايكوفيتش في إفادة صحفية أن صاروخين أصاب حظائر طائرات في أكاديمية الجامعة الوطنية للطيران بالمدينة مشيرا إلى وقوع خسائر مادية من بينها طائرتان مدنيتان وطائرة شحن عسكرية من طراز إن e. 22. دعت الحكومة الأوكرانية المدنيين لمغادرة إقليم دونباس فورا بعد تحقيق الجيش الروسي تقدما في بعض الجبهات يأتي ذلك فيما دعت حكومة منطقة دوناتسكا روسيا إلى توسيع الهجوم ليشمل مدنا تغطي جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا في حين تركزت العمليات العسكرية الجارية على إقليم دونباس ومناطق أخرى في الجنوب أعلن قائد أسطول البحر الأسود الروسي إيجور أوسيبوف سيطرة بلاده على بحر آزوف والجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود. وأوضح أوسيبوف أن سفن وطائرات أسطول البحر الأسود تقوم بتوجيه ضربات على أهداف معادية بالغة الأهمية، كما تشارك الوحدات القتالية التابعة لهذا الأسطول في العمليات الهجومية البرية للجيش الروسي. قال الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلنسكي ان بلاده ستصدر مزيدا او ستصدر مزيدا من الكهرباء الى الاتحاد الاوروبي. وخلال كلمه له بمناسبه يوم الدوله القوميه تعهد زلنسكي بمواصله القتال ضد الوجود الروسي في بلاده مؤكدا ان الاوكرانيين يقاتلون يوما بعد يوم حتى يفهم العالم ان اوكرانيا بلد حر مستقل ذو سياده غير قابل للتجزئه. يمكنكم ان تقولوا ذلك لنا كل يوم هو يوم دوله قوميه الاوكرانيون يقاتلون كل يوم حتى يدرك العالم اجمع ان بلدهم ليست مقاطعه روسيه ولكنها دوله حره مستقله ذات سياده وغير قابله للتجزئه دعا المستشار النمساوي كارل نيهامر الى الضغط الدولي بقوه على روسيا لوقف القتال في اوكرانيا لافتا الى اهميه التضامن الاوروبي في هذه الازمه الراهنه غير المسبوقه منذ الحرب العالميه الثانيه وخلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربن قال نيهامر ان العقوبات لا تدخل حيز التنفيذ بالسرعه الماموله ندعو الى الضغط بقوه على روسيا لوقف القتال في اوكرانيا ونشدد على اهميه التضامن الاوروبي في هذه الازمه غير المسبوقه منذ الحرب العالميه الثانيه ونرى ان العقوبات لا تدخل حيز التنفيذ بالسرعه الماموله وبالتوازي مع ذلك نسعى في اوروبا لمنع الاضطرابات الاجتماعيه وزعزعه الاستقرار بسبب ارتفاع معدلات البطاله أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربن عدم رغبته بأن تصبح المجر دولة مهاجرين. وأشدد أوربن على تمسكه الدائم بهذا الرأي مؤكدا أنه ليس قائما على أساس بيولوجي لأن القضية ليست عرقية بالنسبة لبلاده. لا أريد أن تصبح المجر دولة مهاجرين ولا أريد أن تتزايد معدلات الهجرة في بلادي. لطالما تمسكت بهذا الرأي وساستمر في ذلك وهذا ليس قائما على اساس بيولوجي لان القضيه ليست عرقيه بالنسبه لنا هذه مساله ثقافه لانه وببساطه يجب الحفاظ على حضارتنا كما هي الان أكدت وزارة الخارجية الروسية أن بلادها والولايات المتحدة لم تتوصل بعد إلى أي نتيجة ملموسة بشأن تبادل محتمل لمواطني البلدين المحتجزين أو المعتقلين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن الرئيسين الروسي والأمريكي ناقشا احتمال تبادل المواطنين الروس والأمريكيين المحتجزين في أراضي البلدين وأعطوا تعليمات للمؤسسات المختصة لإجراء مفاوضات مؤكدة ضرورة أن تؤخذ مصالح الطرفين في الاعتبار اثناء عملية التفاوض. تساهم الولايات المتحدة ب 500 مليون دولار من أموال المنحين في استجابة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للحرب على أوكرانيا. وبذلك تؤكد الولايات المتحدة التزامها القوي بدعم أوكرانيا من خلال إطار عمل للبنك الدولي للقدرة على الصمود وسبل العيش. 对、嗯。<laughs> انكمش الاقتصاد الامريكي للربع الثاني على التوالي مما زاد من فرص حدوث ركود حيث ادى التضخم المرتفع منذ عقود الى تقويض الانفاق الاستهلاكي وادى ارتفاع اسعار الفائده في بنك الاحتياطي الفيدرالي الى اعاقه الاستثمار التجاري والطلب على الاسكان أظهر التقدير الأولي لوزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمعدل 9 من 100% إلى 4.4% من 5.2% على أساس سنوي بعد انخفاضه بنسبة 1.6% وذلك في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أظهرت نتائج استطلاع النشرات المفوضية الأوروبية أن الثقة الاقتصادية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو وصلت في يوليو الجاري إلى أدنى مستوى لها فيما يقرب من 17 شهراً وتراجع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 99 نقطة في يوليو مقابل 103.5 10 نقاط في الشهر السابق. ويعكس انخفاض المؤشر في يوليو التراجعات الكبيره في الثقه في الصناعه والخدمات فضلا عن ثقه المستهلكين. تراجعت ثقه المستهلكين الالمان لشهر اغسطس الى ادنى مستوى لها وسط المخاوف المستمره من ارتفاع اسعار الطاقه والغذاء ونقص امدادات الغاز. وكشف استطلاع للراي اجراه معهد جي اي جي اف كي للابحاث ان التوقعات الاقتصاديه الخاصه بالدخل ونيه الشراء اخذه في التراجع من جانبه اكد وزير الاقتصاد الالماني ان الدوله لا تستطيع تحمل عبء ارتفاع اسعار الطاقه هذا ولا يزال التضخم في المانيا عند مستوى عال رغم تباطؤ وتيرته خلال شهر يوليو الجاري وذلك على خلفيه استمرار ارتفاع اسعار الطاقه بسبب الازمه الاوكرانيه نشرة السادسة ما زالت مستمرة وتتابعون فيها الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني يبحثان ملف تايوان والخلافات التجارية بين بكين وواشنطن أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث مع نظيره الصيني هاتفيا التوترات المتصاعده حول تايوان وقال البيت الابيض ان الرئيسين بحثا خلال الاتصال الخلافات التجاريه بين البلدين ومحاولتهما ابقاء التنافس بين القوى العظمى تحت السيطره الى ذلك شدد الرئيس الصيني على ضروره التزام واشنطن بمبدا صين واحده بشان تايوان أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أن بلاده مستعدة لنشر قوات الردع النووية تحسبا لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة وخلال كلمتي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين للهدنة في الحرب الكورية قال كيم إن المواجهة مع الولايات المتحدة تفرض تحديدات نووية مضيفا أن القوات المسلحة الكورية مستعدة على نحو تام للتعامل مع أي أزمة وأن قوات الردع النووي مستعدة تماما للانتشار للقيام بكافة المهام الموكلة إليها بدقة وإخلاص 조선민주주의인민공화국은 미국과의 그 어떤 군사적 충돌에도 대처할 철저한 준비가 되어 있다는 것을 다시금 확언합니다 어떤 사람들이 영야 군대에 단원하여 미 제국주의 침략 군대 우리 군사력의 일부분을 무력화시키거나. في زيارة لمناقشة الأمن الإقليمي، وقال الوفد برئاسة المشرع ووزير الدفاع السابق شيرجيو إيشيبا أنه يريد التوصل إلى اتفاق مع تايوان بشأن قضايا الدفاع والإستعداد لأي صراع محتمل في المنطقة، بينما يسعى أيضاً إلى منع اندلاعات لصراعات جديدة كثفت اجهزه الاطفاء المغربيه جهودها للسيطره على حرائق بات اججتها رياح عاتيه في شمال البلاد وفي جنوب طنجه الاكثر تضررا ذكرت مصادر محليه ان فرق الاطفاء وبدعم من الجيش تحاول حصر البؤر التي ما زالت نشطه وحمايه القرى المعرضه للخطر وقامت ثلاث قاذفات قنابل مائيه بخمس وعشرين طلعه في محاوله للسيطره على الحرائق كما تم إجلاء 935 عائلة من 15 قرية في إجراء وقائي ضربت مئة الهزات الارتدادية شمال الفلبين على إثر زلزال قوي ما دفع السكان المنكوبين إلى النوم خارج منازلهم كان زلزال شدته سبع درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة في شمال الفلبين ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح أكثر من مائة وخمسين آخرين ودمر زلزال عدة منازل وتسبب في انهيارات أرضية وقد اهتزت المباني حتى العاصمة مانيلا التي تبعد ثلاثمائة كيلومتر. دمر حريق متعمد على الأرجح نحو عشرة كيلومترات في جنوب شرق فرنسا مما أدى إلى إجلاء نحو 350 شخصا وقال المدعي العام في بريفاس كوبرا مدن المنطقة إن الفرضية الجنائية مرجحة مشيرا إلى أن شخصا واحدا أوقف أوقف قيد التحقيق وعمل حوالي 600 عنصر إطفاء على إخماد الحريق وتأتي الحرائق الجديدة بعد أيام على حرائق أخرى دمرت خلال 12 يوما أكثر من 200 كيلومتر من الغابات في جيروند في جنوب غرب البلاد. كان بيعقد جلسته في مدينه العالمين الجديده والحقيقه يمكن طبعا انا حبيت ان انا اعقد هذا المؤتمر للعرض بالتفاصيل الحزمه الاجتماعيه الجديده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه وجه الحكومه بالبدء في تنفيذها وخليني ابدا معاكم الحقيقه ان الدوله المصريه يعني الفتره الاخيره بتولي يعني الحقيقه موضوع الدعم والحمايه الاجتماعيه كل الاهتمام. انا عايز بس ادي لحضراتكم وللمواطنين رقمين مهمين جدا ان في 2015 2016 كانت كل برامج الدعم والحمايه الاجتماعيه الم المخصصات الماليه ليها 290 مليار جنيه. الموازنه الجديده اللي احنا النهارده بدات في شهر يوليو الحالي اللي هو 22 23 بتتجاوز ال 490 مليار جنيه. وهنا انا بتكلم على برامج ايه؟ برامج الدعم طبعا دعم الخبز ودعم التموين، المعاشات اللي النهارده بقى فيه 10 ونص مو مليون مواطن بيستفيدوا من المعاشات اللي الدوله المصريه بتقدمها، حضراتكم بس عشان نبقى عارفين تكلفه كلفة المعاشات على الدوله المصريه السنة دي 282 مليار جنيه بتصرف ل ونص مليون مستفيد من المعادن الموازنة بتدفع منهم دعم 190 ونص مليار جنيه والباقي طبعا من الاشتراكات ومن ايرادات هيئة التأمينات الاجتماعية لكن بس انا حابب احط للمواطن المصري قد ايه الدولة المصرية بتتدخل في هذا الموضوع الجزء الاخر طبعا موازنه الصحه والتعليم اللي زادت وارتفعت بصوره كبيره دعم الاسكان الاجتماعي دعم العديد من البرامج العينيه اللي الدوله المصريه بتتدخل بيها لمساعده الفئات الاكثر احتياجا وفقرا طبعا برنامج تكافل وكرامه وده يعني برنامج من اهم البرامج اللي فخامه الرئيس اطلقها على مدار السنين الماضيه واللي يمكن حضراتكم عارفين كويس قوي يعني كان جزء من التدخل علشان نواجه الأزمة العالمية لسه من ثلاث شهور كنا ضيفين 450 ألف أسرة فكنا وصلنا النهاردة إن حاليا اللي بيستفيد من هذه المبادرة العظيمة مبادرة تكافل وكرامة كنا في حدود الأربعة وواحد من عشرة مليون أسرة مصرية بتستفيد وأصبح البرنامج النهاردة تكلفته اللي موجودة النهاردة في الموازنة 22 مليار جنيه فاحنا بنتكلم على حزمه كامله الدوله المصريه ضخاها ومحطوطه في الموازنه 400 اكتر من 490 مليار جنيه من موازنتنا برامج دعم وحمايه اجتماعيه انما الحقيقه يعني مع كل هذا العمل والجهد واذكر حضراتكم وكل المواطنين احنا في شهر ابريل لما حصل موضوع الـ الـ الازمه والتضخم الكبير تدخلنا مجموعه من الاجراءات اذكر حضراتكم بيها زودنا المرتبات ثلاث آه, اشهر بدري والمعاشات آه, اضفنا ال 450 الف اسره لتكافل وكرامه ومجموعه من الاجراءات اللي اتعملت فقط من ثلاث شهور ويمكن ارجانا موضوع الكهرباء وعارفين وعملنا الحقيقه اجراءات كثيره كلها هدفها ان ازاي نقف مع المواطن ال ال المحدود الدخل في هذه المرحله الاستثنائيه كدوله في حدود امكانياتنا ومواردنا كدوله. فالحقيقه مع كل هذه البرامج وكل هذه التدخلات ولكن الحقيقه كان توجيه فخامه الرئيس ان احنا برضو هذه الفتره شديدة الاستثنائية وفترة يعني قاسية جدا على العالم كله واكيد حضراتكم شايفين ايه اللي بيحصل على مستوى العالم ولكن عشان كده كان توجيه فخامة الرئيس عايزين نفكر في حزمة اضافية برضو نصل بيها ونساعد بيها المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل ويمكن عشان كده احنا كحكومة كنا عكفنا مع بعض يعني مع السادة الوزراء ومع كل الجهات ان احنا نضع مجموعة من المقترحات الجديدة واللي رحنا الحقيقة عرضناها ووجه في خامة الرئيس بإطلاقها بأسرع وقت ممكن الحزمة الجديدة دي عشان نبقى عارفين طبعا أهم شيء فيها ان احنا بنرفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة من الأربعة وواحد من عشرة مليون أسرة النهاردة إلى أكثر من خمسة مليون أسرة يعني إحنا بنضيف أكثر من تسعمائة ألف من ما بين تسعمية ألف المليون أسرة جديدة بالحسبة كده عشان هنبقى عارفين يبقى الدولة المصرية بتخدم أكثر من خمسة مليون أسرة يعني عشرين في المية من الشعب المصري عشرين في من الشعب المصري الدولة بتتكفل بصرف معاش أو مبلغ دعم نقدي مباشر بصورة دائمة وده رقم لازم نتوقف عنده إن بقى عشرين في من الشعب المصري بياخد هذا الدعم النقدي المباشر وده شيء مهم جداً لإن إحنا دايماً بنبقى عينينا على نسب الفقر اللي موجودة في, ال... في عندنا في مصر وإزاي إن إحنا كدولة نتدخل بمجموعة من الحزم عشان نساعد الأكثر احتياجا والأكثر فقرا فإحنا بقينا بنتكلم النهاردة في أكثر من خمسة مليون أسرة هنقدر النهاردة نتح... نتدخل ونقدر نوفر لهم هذا المبلغ والدعم النقدي الم... المالي المباشر شهريا طب كلفة التسعمائة ألف للمليون أسرة قد علينا؟ الكلفة هتبقى أكثر من خمسة ونص مليار جنيه في السنة ده هيبقى رقم إضافي ولكن الحقيقة وهنا يمكن أنا حابب أن أنا أوجه الشكر لمنظمات المجتمع المدني بالتنسيق ما بين الدولة المصرية وما بين التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي اللي هو بيضم كل الجمعيات الأهلية الكبرى في مصر واللي بتعمل جهد غير عادي ويمكن بس عشان أأكد لحضراتكم قد إيه المجتمع المصري هنا بيشارك إن حجم مشاركتهم على مدار عام 2021 بلغت 3.5 مليار جنيه في مشروعات كتيرة ضخوا فيها مساعدات للأسر الفقيرة والمواطنين البسطاء مع اللي الدولة المصرية بتعمله. توافقنا على إيه في هذا الموضوع؟ إن الدولة المصرية في العدد اللي هو بنتكلم عليه 900 ألف أسرة أو من 900 إلى تسعمية ألف إلى مليون أسرة الدولة المصرية من خلال موازنة وزارة المالية هتتحمل ال ألف والمجتمع المدني هيشيل ال 400 أو خمسمية ألف أسرة الآخرين فإحنا بنتكلم كده إن الدولة هتضيف من الاحتياطي النقدي اللي كان محطوط لتغطية الطوارئ هنحط حوالي 3 مليار جنيه عشان نمول ال 500 ألف أسرة اللي احنا هنكون مسؤولين عنهم في الجزء الخاص بتاع التكافل وكرامه والمجتمع المدني والمجتمع الأهلي هو كمان هيمول ما بين 400 إلى 500 ألف أسرة أخرى فاحنا بنتكلم على رقم حوالي من 2.5 إلى 3 مليار جنيه آخرين ده في بند مهم جدا واحنا هنا بقى بقينا بنتكلم على هيبقى برنامج دائم وليس برنامج استثنائي هيبقى بنضيف مليون اسره جديده لهذا الموضوع ودي طفره كبيره جدا يعني احنا متخيلين حضراتكم بنطلع من أربعة مليون اسره الى خمسة مليون اسره يعني بنزود 25% بصوره فوريه للي كانوا مستفيدين من هذا البرنامج الكبير في نفس الوقت الحقيقه فكرنا في برنامج اخر بس ده يبقى برنامج استثنائي. احنا نعي تماما على الرغم من اللي انا شرحته لحضراتكم في اكثر من يعني فرصه ان الزيادات اللي بتحصل في اسعار السلع دايما الدوله بتتحمل الجزء الاكبر وبتحاول تمرر الجزء اليسير على المواطنين. ولكن فكرنا في حزمة إضافية عشان إحنا عارفين كويس قوي اللي بيحصل في العالم والتط... والإضطراب الشديد والارتفاع والتضخم اللي بيحصل إن إحنا نعمل حزمة استثنائية لمدة ستة أشهر الستة أشهر دول هيضخ فيها أموال بتصل إلى مليار جنيه شهريا يعني بنتكلم في ستة مليار جنيه في الستة أشهر هتبقى في صورة إيه؟ إن إحنا هنتدخل هندي لتسعة وواحد من عشرة مليون أسرة أنا بأكد على الرقم تسعة وواحد من عشرة مليون أسرة هندي رقم إضافي شهري على بطاقات التموين أو بطاقة ميزة اللي موجودة لديهم هيقدروا يصرفوها في صورة سلع من الحزمة التموينية اللي بتتيحها الدولة فبالتالي هيبقى في 100 جنيه اضافيه بتتحط على البطاقه يقدر المواطن اللي عنده البطاقه يستفيد منها في شراء سلع اضافيه طوال مده السته اشهر. وطبعا احنا واحنا بنتكلم على السته اشهر لان بنامل ان هذه الازمه العالميه يعني يعني ان شاء الله يعني تنقشع في خلال هذه المده ولكن وجدنا ان واجب الدوله انها تدخل على هذا الموضوع وان احنا نتحرك ونضيف هذا الرقم الكبير. فاحنا كده بقينا بنتكلم في حزمة لوحدها بتتجاوز حوالي ال 11 أو 12 مليار جنيه الستة مع الخمسة ونص في فقط في جزئين يعني حوالي 11 ونص أو 12 مليار جنيه بيتحطوا علشان نتحرك في هذا الموضوع طب اختيار السؤال يتبادر طب هما التسعة وواحد من عشرة دول انتوا اخترتوهم على اي اساس لان احنا عشان برضو نبقى عارفين الرقم عدد بطاقات التموين اللي موجودة 23 مليون بطاقه طب احنا هندي اشمعنا ل 9.1 من عشرة مليون فقط منهم دول تم اختيارهم الحقيقه بناء على معايير واضحه اشتغلنا عليها الحقيقه الدوله الحكومه وزاره التضامن وزاره التموين وزاره الماليه ومعانا هيئه الرقابه الاداريه على تحديد من هم الاكثر احتياجا في ضمن الناس اللي بتاخد التموين فتوافقنا على عدد من المعايير الناس طبعا اللي يعني بتاخد تكافل وكرامه اللي بياخدوا معاش ضمان اجتماعي اللي دخولهم اقل يعني على الحد الادنى من الدخل اللي الدوله محدداه اللي طبعا عدد من الارامل والمطلقات والكبار السن يعني الحقيقه حطينا كرايتيريا كامله او معايير كامله وقاعده بيانات كامله الحقيقه عكفت كل مؤسسات الدوله مع هيئه الرقابه الاداريه على ان احنا نبني قاعدة البيانات دي على مدار الفترة اللي فاتت فبقى عندنا النهاردة بالفعل بالفعل يعني نقدر نقول الكمال لله وحده ولكن عندنا قاعدة بيانات دقيقة جدا مكنتنا ان احنا نختار تسعة وواحد من عشرة مليون اسرة دول اللي احنا هنوجه لهم هذا الدعم الاستثنائي لمدة الستة اشهر لكن انا عايز اقول حاجة مهمة جدا ان من التسعة وواحد من عشرة مليون اسرة دول في منهم حوالي 600 اكثر من 620 الف اسره ما عندهمش اصلا بطاقات تموين. لكن من خ... من من ال معلش قاعده بيانات الفقر اللي موجوده عندنا او محدود الدخل حصرنا ان في 26 620 الف اسره ما عندهمش بطاقات تموين ولكن يستحقوا ان هم ياخدوا هذا التدخل الاستثنائي. فتوافقنا ان ده هيتصرف لهم من خلال بطاقات المعاشات او بطاقه ميزه بحيث يبقى المبلغ هيتحط لهم على البطاقات بتاعتهم ويقدروا يستفيدوا من هذا المبلغ طوال مده السته اشهر اللي احنا بنعتبرهم فتره استثنائيه. فاحنا الحقيقه الجزء ده كان برضو جزء مهم جدا ان احنا ان شاء الله هنبدا بن... بن... في تطبيقه فورا تسعة واحد من عشرة مليون أسرة عشان حضراتكم تبقوا عارفين دول ستة وثلاثين ونص مليون مواطن مصري يعني بنقدم غير موضوع تكافل وكرامة لأكثر من ستة وثلاثين ونص مليون مواطن هذا الدعم الاستثنائي في طوال الفترة القادمة لمدة ستة أشهر فده طبعا تدخل كان مهم جدا ان احنا نعمله عشان يستفيد بيه برضو المواطنين في هذه المرحلة الصعبة اللي العالم كله بيواجهها كان آخر توجيه آخر من فخامة الرئيس ويمكن حضراتكم عارفين كويس قوي الجهد الدولة المصرية اللي بتعمله من خلال مؤسساتها القوات المسلحة الداخلية وزارة التموين التضامن الجمعيات الأهلية موضوع الكراتين الغذائية اللي بيتم إعدادها وتوزيعها المواطنين بأسعار مخفضة توجيه فخامة الرئيس ان يتم توزيع 2 مليون كرتونه شهريا على مدار الستة اشهر القادمين. الكرتونه عشان حضراتكم تبقوا عارفين تكلفتها الفعليه 120 جنيه. سياده الرئيس وجه انها تباع للمواطن ب 50 جنيه فقط. يعني في 70 جنيه الدولة المصرية من خلال مؤسساتها المختلفة حتى هذه الكلفة علشان برضو تقدم منفذ آخر للسلع المدعمة ودي طبعا بنروح فيها بنستهدف حضراتكم عارفين المناطق بتبقى مناطق الأكثر احتياجا القرى النجوع المناطق اللي احنا بنبقى عارفين ان هناك احتياج لهذه النوعية من الخدمات عشان نوصل لبيوت الناس والحقيقة دي برضو يعني مبادرة أعتقد مبادرة جيدة جدا الدولة المصرية النهاردة هتتقدم بيها علي مدار الستة أشهر كان قبل كده حضراتكم عارفين إنها مرتبطة دايما بمواسم يعني مرتبطه بشهر رمضان ببعض الاعياد عيد الاضحى الماضي كان اللحوم والاضاحي لكن دلوقتي التوجيه الجديد انها تبقى مستمره لمده سته اشهر شهريا بنخرج 2 مليون كرتونه وزي ما قلت لحضراتكم قيمه الكرتونه الفعليه 120 جنيه ولكن هتباع للمواطن ب 50 جنيه. فده برنامج ثالث وحزمه ثالثه ان شاء الله الدوله المصريه هتبدا في تفعيلها على الفور. السؤال طبعا اللي حضراتكم يعني هيتسال هنبدا امتى التنفيذ؟ احنا دلوقتي فعليا طبعا لان هذا الموضوع بيتطلب اجراءات لوجستيه وترتيبات ويمكن العدد من الاسر اللي انا قلت حضراتكم ما عندهاش بطاقات هيتعمل لها بطاقات في اسرع وقت ممكن وتسلم اليها وتفعل وتبقى تقدر انها تصرفها من خلال البريد وكل المكاتب المختلفه، احنا بنستهدف ان شاء الله على اخر شهر اغسطس. يعني احنا بنتكلم بحد اقصى شهر من النهاردة نكون خلصنا اجراءاتنا ونقدر بعديها على طول نفعل كل هذه البرامج الجديدة لان طبعا دي ترتيبات بتبقى عايزة ترتيبات لوجستية كثيرة جدا 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 في تظبيط هذا الموضوع معالي وزير التموين وده يمكن عايز اكد عليه ان حتى مع الميج جنيه اللي هتضاف وال واحد من عشرة مليون اسرة يعني المليار جنيه اللي هتتصرف سلع الحمد لله مع تأمين الدولة لمخزون كبير من السلع احنا قادرين برضو نستوعب هذه الزيادة وتفضل احتياطاتنا مؤمنة بالشهور اللي احنا دايما بنعلنها لحضراتكم ويمكن برضو يعني بأكد عليها احنا الحمد لله النهاردة احنا تجاوزنا السبعة أشهر في احتياطي القمح ودايما كان بيتقال دايما المؤسسات الدولية بتقول دايما ان مصر من اكثر الدول المهددة الحمد لله وأنا بأكد النهارده إحنا كنا لسه من شويه كنا بنعلن إن كان ستة أشهر إحنا تجاوزنا دلوقتي السبعة أشهر. يعني بنتكلم لغاية شهر فبراير القادم من العام 2023. فكل دي الحقيقة مواجهة الدولة المصرية بتتحرك فيها علشان طبعا الأزمة العالمية الاستثنائية اللي العالم كله بيعدي بيها وإن شاء الله أنا بأكد لحضراتكم إحنا كل مؤسسات الدولة بتعمل بهدف حاجه واحده تخفيف بقدر الامكان الاعباء عن المواطنين وبالذات فئات محدود الدخل في هذه المرحله غصب عننا بتبقى هناك يعني قرارات لازم تتاخد مع ارتفاع اسعار سلع وحاجات كثيره جدا بتقدم اللي بنقدر عليه بنعمله وبنعلن الكلام ده بمنتهى الشفافيه وبنقول احنا كدوله قادرين على ايه وايه الجزء اللي احنا هنضطر ان احنا نحمله للمواطن في هذه المرحله في الاخير في الاخر الحقيقه انا حابب اقول لحضراتكم طبعا جميعا كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه طبعا بدء العام الهجري الجديد وبدعوا الله سبحانه وتعالى طبعا انه يعيدوا على مصر وكل الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركه وكل سنه وحضراتكم طيب... طيبين جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا يا جماعه تابعنا مع حضراتكم المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي عقب اجتماع مجلس الوزراء في العالمين الجديده والذي اشار فيه الى جهود الدوله المستمره في التعامل مع تداعيات الازمه الاقتصاديه العالميه الحاليه وتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشان والتي تتضمن التوسع في اجراءات الحمايه الاجتماعيه من خلال بدء تفعيل حزمه اجتماعيه او حمايه اجتماعيه استثنائيه حيث اعلن ايضا في الاجتماع الوصول الى حلول اضافيه لتدارك الازمات العالميه الطارئه ولدفع عدد المستفيدين من برامج الحمايه الاجتماعيه حيث ان الدوله المصريه تولي اهتماما كبيرا بدعم برامج الحمايه الاجتماعيه لدعم الفئات الاكثر احتياجا وفقرا وفي فتره قاسيه وشديده على العالم اجمع فتقوم الدوله المصريه بدعم اكثر من احد عشر مليون اسره مصريه واثنين وعشرين مليار جنيه دعم من الموازنه المصريه لبرامج الحمايه الاجتماعيه وايضا يستفيد حوالي احد عشر مليون اسره مصريه من هذه البرامج ونواصل تقديم فق... نشرة الأخبار حيث دعا رئيس الجمهورية ومجلس القضاء العراقي لحوار وطني لإخراج البلاد من الأزمة. هذا وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الأحداث المتسارعة التي يشهدها العراق في ضوء الخلافات السياسية الحالية، تمثل مؤشرا مقلقا للاستقرار والسلم الاجتماعي. اللذين عملت الحكومة على تكريسهما وتثبيتهما وفي بيان له أوضح الكاظمي أن الحكومة خطط طوال العامين الماضيين نمطا هادئا ووطنيا في التعاطي مع الأزمات السياسية المختلفة وقدمت المصالح العامة على المصالح الخاصة وأشار إلى أن الحكومة العراقية ركزت جهودها المهنية على حفظ أمن العراقيين ومصالحهم وتجنب الدخول في مهاترات سياسية مجدداً ومناشدا الحكومة كل القوى السياسية أن تبني نهجا حواريا بناء لمعالجة الخلافات والخروج بالعراق من حالة الانسداد السياسي أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق تدمير وكرا لتنظيم داعش الإرهابي بضربتين جويتين ضمن قاطع عمليات غرب نينوى وفي بيان قالت خليه الاعلام الامني في العراق ان جهاز المخابرات الوطنية بالتنسيق مع مديريه الاستخبارات العسكريه قاموا بتزويد قياده القوى الجويه بمعلومات مؤكده عن وجود عناصر لتنظيم داعش الارهابي في احد الكهوف في سلسله جبال ضمن قاطع عمليات غرب نينوى واضاف البيان ان القوات الجويه قامت بتنفيذ الضربتين الجويتين بواسطه طائرات اف 16. محافظ الغربية طارق رحمي تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز زفتة حيث تفقد المحافظ موقع عمل المجمع الزراعي البيطري بقرية تفهن العزب الذي بلغت نسبة الإنجاز به 96% ويتم إنشاؤه بتكلفة مالية تبلغ 5.4 مليون جنيه كما تفقد مجمع الخدمات الحكومية المقام بتكلفة 10 ملايين جنيه بنسبة إنجاز 96% نظمت اداره الشؤون الصحيه في ادفو قافله علاجيه بقريه السماحه التابعه لوادي الصعايده ومركز ادفو باسوان ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه حيث تم اجراء الكشف الطبي على اهالي القريه وصرف العلاج بالمجان وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعه لوزاره الصحه في ادفو واسوان وذلك لعمل اشعه مقطعيه ورنين مغناطيسي وحالات اخرى تحتاج لعمليات جراحيه النهارده بصدد عاملين قافله طبيه بجميع التخصصات في القريه جراحه وعظام وانف واذن وجلديه وتنظيم اسره ورمض وباطنه واطفال ومعانا علاج طبعا والقافله دي كلها مجاني في القرى واحنا ان شاء الله باذن الله عاملين خطه لوادي الصعيده عشان القرى اللي هي محرومه من الخدمات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي مدبولي يعلن بدء تفعيل حزمه حمايه اجتماعيه استثنائيه تستهدف محدود الدخل وزير الدفاع والإنتاج الحربي يؤكد أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة. وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودعات ذخيرة وطائرات درون ومراكز قيادة أوكرانية في دونيتسك. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكراً لكم وإلى اللقاء.